دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم للشرقية. والحقيقة انه في اخر سنتين مصر بدأت تستعيد تاني مرة تانية الذهب الابيض او محصول القطن، وبقى في اقبال كبير من المزارعين على زراعة القطن بسبب المنظومة الجديدة للتسويق. السنة دي في بشاير بارتفاع المحصول بشكل اكبر من السنة اللي فاتت، وده موجود في محافظة الشرقية. لأهميته الكبيرة سموه بالذهب الابيض، ألفوا له الاغاني وغنوا له القطن المصري اللي أخد شهرة عالمية بسبب جودته العالية، والسنة دي بيشهد وفرة كبيرة عن السنة اللي فاتت. عشان كده جينا النهاردة لمحافظة الشرقية نتابع معاكم موسم القطن ونقول له نورت يا قطن النيل، يا حلاوة عليك يا جميل. المساحات المزروعة بالقطن في محافظة الشرقية السنة دي تخطت 56 ألف فدان، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن السنة اللي فاتت، ببذور منتقاة من صنف جيزة 94، واللي بيتميز بالنمو الثمري وغزارة ثماره وإنتاجه. القطن موجود حوالي 6 شهور في الأرض، بنستلمه من أول البذرة، بنقبل البذره كمان، بنخطط الارض، التخطيط والحاجات دي، بنوعي المزارعين بالحاجات دي. عندنا ما شاء الله السنه دي النسبه زادت عن السنه اللي فاتت الضعف، وان شاء الله السنه الجايه يكون اكثر من كده كمان، كل سنه بيزيد لانه فعلا انتاجيه عاليه، حاجه دخله كويس، بيفيد الارض، بيفيد المزارع من جميع الجهات، يعني بيفيد المزارع في الارض وبيفيد المزارع داخليا وماديا، لانه سعره ما شاء الله ارتفع ارتفاع ما كانش حد يحلم به خالص. هو الموسم السنه دي ان شاء الله من نجاح لنجاح على طول باذن الله رب العالمين. احنا كان السنه اللي فاتت مركز زي كان عامل 850 فدان، السنه دي 1524 فدان بمعدل زياده نسبه 100%. فطبعا الفلاح السنه اللي فاتت ما شاء الله ربنا كرمه في الـ في الـ في القط، فباذن الله رب العالمين اللي جاي احسن باذن الله رب العالمين، وهو في تقدم ان شاء الله السنه الجايه تبقى اكتر من كده باذن الله. القطن حاليا في مرحلة التفتيح بنسبة 30%، وعشان كده بيتطلب متابعة يومية من قسم المكافحة بالمديرية لتوعية المزارع في الفترة اللي جاية. هو كلمة الحصاد دي تنطبق على المحاصيل اللي هي بيحصل فيها الضم، اما القطن بنسميه جني القطن لان القطن بيبقى واقف كده واحنا بنرمي منه المحصول اللي هو الذهب الابيض. الجني هيبدا ان شاء الله من الاسبوع الاول من شهر 9، المساحات المبكره يبدا جنيها الجني المحصن. بعد الجنية الاولى بنوصي ان المزارع بيدي رية خفيفة على الحامي ويرش معاملة لديدان اللوز بالمبيدات الموصى بها عشان كل لوزة في شجرة القطن تفتح ويحصل عليها المزارع، وبتبقى بتحقق انتاجية اعلى في المحصول. والله القطن احنا رجعنا له تاني، احنا كنا نسيناه ورجعنا له تاني، بقالنا يجي 3 سنين نزرع القطن. بصراحة لقينا يعني الناس المسؤولين مهتمين به، وبواسطة البشمهندس علي لاشين وكيل وزارة هنا قايم بممارسات من معانا كل شهر بيجينا وبيتابع القطن، فاحنا لقينا القطن فيه فايدة. فايض القطن للتربة أفضل من المكسب، بيفتح التربة والجذر بتاعه واتا دي بيمص الملوحة اللي في التربة، بنيجي نزرعها احنا بعد كده المحاصيل التانية بنلاقي الأرض كويسة وفايقة، يعني الملوحة امتصت القطن بيمصها وأفضل لها. يعني القطن المصري ليه قيمة اقتصادية كبيرة لأنه بيعمل على تشغيل الزراعة والفلاحين، ومنتجاته بتستخدم في عدة صناعات وكمان بيصدر للخارج. طيب، يمكن كانت المشكلة قبل كده مسألة سطوة التجار على السوق، مسألة الحلقات الوسيطة الكتيرة ما بين المزارع وما بين الشركات، ويمكن هذه المنظومة اللي تم البدء فيها في 2019 من أهم النقاط اللي اشتغلوا عليها هي هذه المسألة، مسألة ترتيب السوق، مسألة يعني المحاولة القضاء على الحلقات الوسيطة ما بين الشركات وما بين المزارعين، وكمان تحديد سعر الإنتار على حسب حاجات كتير، الرتبة، معدلات التصفي، وده بيشجع المزارعين إنهم يحافظوا على يعني نقاء المحصول وعلى جودة
المحصول، ويمكن كمان هناك يعني المزيد من المراكز التجميع علشان يتم القضاء على مسألة سطوة التجار على المحصول، وأنهم ياخدوا المحصول من المزارعين بأسعار زهيدة ويبيعوه بأسعار كبيرة للشركات. عموما ملف القطن بشكل عام الدولة المصرية اهتمت بيه جدا يا هدير في الفترة الأخيرة، كان فيه اهتمام القيادة السياسية بالتحديد إعادة تشغيل المصانع الخاصة بالغزل والنسيج، الاهتمام بزراعة القطن، الاهتمام بالتقاوي الخاصة بهذا القطن، الاهتمام أيضا بتصديره وعمل ماركة معينة لهذا الأمر وافتتاح أفرع ليها في عدد كبير من أهم المدن العالمية. فأعتقد أن احنا هنشوف طفرة كبيرة جدا في صناعة القطن. يا جماعة القطن المصري حاجة عظيمة جدا، يعني احنا لو كنا قصرنا في حقه قبل كده فما ينفعش نسكت على يعني على حاجه، على محصول كان بالنسبه لنا هو اهم حاجه، هو كان رمز المصريين بشكل عام.